هتقولي لي اتفضلي؟ عايزة ايه؟ مش قلتلك هاخد وقتي وبعدين ارد عليكي؟ طب عزميني على حاجة اشرب؟ لا اتفضلي قولي البقين اللي انت عايزة تقوليهم، وبرضو مش هرد عليكي غير لما اخد وقتي. وانا مش هستنى ولا ساعة واحدة. يا كارما يا كارما كارما يا كارما، وما تخلينيش اتصرف معاكي تصرف تندمي عليه. عايزة ايه؟ عايزة اشوف بنتي، ولا ده مش من حقي؟ بنتي ايه يا امو بنت؟ بنتك على الورق بس. بنتك دي انت رميتيها وهي لحمة حمرا، دي لو عدت قدامك دلوقتي مش هتعرفي شكلها ايه. اقولك تاخدي قرشين وما اشوفش وشك تاني. قرشين؟ قرشين ايه يا امو قرشين؟ لو اديتيني فلوسك كلها مش هسيب بنتي، انت فاهمة؟ ولعلمك بقى انا هقول لكارما على كل حاجة، وهي وقتها اللي تختار. لا دلالة، هو انت ليه مش عارفة انا ممكن اعمل فيكي ايه؟ اتفضلي من غير ما ترد وانا اللي هكلمك وحسك عينك تقربي مني او من كارما، انت فاهمة ولا لا؟ وانا مش هسيبك يا كريمة، ومش هسيب بنتي، وكارما هوصل لها بيكي او من غيرك، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي. يا دلاله